السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي كتذكرني بالطفوله. كيكه واخا تقلبوا عليها في اليوتيوب كامل ما غاديش تلقاو المقادير ديالها، لانها كيكه كانت كتحضرها لنا الام ديالنا في الصغر، كتجي رائعه جدا ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله تفرجوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبة للمقادير سنحتاج كأس وربع ديال السكر، كنعبرو بكأس العنبة أو كأس صغير ديال الشاي، كأس وربع. عندي 4 بيضات اللي فصلت الصفار عن البياض. عندي كيس ديال خميرة الحلويات، كيس من الفانيليا. عندي هنا 200 غرام من الزبدة المذابة، وسأحتاج أيضا لزلافة من الدقيق الخالي من الجلوتين. استعمل دقيق شارميكس بيست، استعملوا أي نوعية متوفرة عندكم. وهنايا زلافة من الفول السوداني أو الكاوكاو اللي حمصته بالقشور ديالو وفرمته. هنايا عندي كأس من السكر الناعم أو السكر الثقيل، وأربع صفار ديال البيض، هما اللي غادي نحضر بهم الكريمة اللي غادي تكون من الفوق، يعني الكيكة غادي نخدمها فقط ببياض البيض. كناخذ واحد الاناء زجاجي، كنفرغ فيه 4 من بياض البيض، كنضيف عليهم القليل من الملح طبعا، وهنايا داك السكر اللي كما قلت لكم كاس وربع، القياس دائما من كاس ديال الشاي الصغير. وكنمزجوا المكونات جيدا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي بيضاء هكا باش تنجح معكم الكيكه ديالكم. من بعد ما كنخفقوا بياض البيض جيدا مع السكر، نضيف له الزبدة المذابة، 200 غرام من الزبدة المذابة. كنمزجوا جميع العناصر جيدا، يعني السوائل. عاد كنبداو نضيفوا في الكاوكاو او الفول السوداني اللي كما قلت لكم حمرته بالقشور ديالو وفرمته، يعني ما يكونش الفرم ناعم، يكون هكا يبقاو فيه حبيبات، يعني فرم خشن. واخر مرحله غادي نضيفوا الدقيق الخالي من الجلوتين، ومعاه كيس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. كنبقاو نمزجوا العناصر جيدا. بالنسبه لكيس ديال خميره الحلويات كنضيفوه في الاخر. وكما كتلاحظوا هذا هو القوام المحصل عليه، كيكون على هذا الشكل هذا. وهنايا كناخذوا واحد المول اللي انا اخترته مربع اللي دهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق، غنفرغوا فيه المحتوى ديال الكيك ديالنا بالكامل، وغادي نحاولوا نبسطوا السطح ديال الكيك ديالنا. ندخلوه لفرن اللي سخنته مسبقا واحد المده ديال 5 دقائق. المده ديال الطهي ديال هاد الكيكه هذه كتكون 30 دقيقه، النار فقط من الاسفل حتى كتحسوا بها يعني نضجت وكتخرجوها. بالنسبه لها في هاد الاثناء هذه الكريمه اللي غتكون من الفوق، غناخذوا دوك 4 صفار ديال البيض، وغادي نبداو نضيفوا ليها السكر الثقيل او السكر كلاصي بالتدريج. تقريبا هنايا خدا معايا واحد كاس وربع ديال السكر كلاصي باش تعطيكم واحد الكريمه متجانسه اللي غادي نديروها في السطح ديال الكيك. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما الكيك ديالنا نضج وتفقدته، يعني درت واحد العود خشبي ولقيتو بانه نضج لينا جيدا، راه كيبقى هشيش من الفوق فاش كتمسوه، ولكن من بعد كترجع عليه الحراره وكيتماسك. هنايا غناخذوا ديك الكريمه اللي حضرنا بصفار البيض والسكر، غادي نوزعوها تدريجيا بالكامل. وهنايا كنكونوا مخبين واحد القليل من حبات الكاوكاو اللي استعملنا في الوصفه، وغادي نحاولوا نثبتوهم فقط كتزيين.
وهنايا غادي ندخلوهم للفرن. غتكون فقط النار فقط من الاعلى، فقط باش هذيك الكيك يعني تنضج معنا من الاعلى، هذيك الكريمه تولي بحال طبقه رقيقه كما غادي تلاحظوا معنا، وكتعطيها واحد القرمشه وكتجي رائعه جدا. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما نضجت معنا الكيك وتماسكت لنا ديك الطبقه، يعني ردوا البال بقى كل مره تفتحوا الفرن باش ما تحرقش لكم هذيك الطبقه ديال البيض والسكر. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا اللي كتجي رائعه جدا. المذاق واخا نبقى نعبر لكم كيفاش، ولكن خاصكم تتحضروها وتذوقوها، لان يعني الام ديالي كانت كتحضرها لينا دائما في المناسبات. تقدروا تحضروها ان شاء الله في هذا العيد وتفرحوا بها الاطفال ديالكم وتستمتعوا بالمذاق ديالها. هكا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد اخر في فيديو ووصفه جديده خاليه من الجلوتين. لا تنسوا أن صحتنا في حميتنا. أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.